عمل القانون التظاهر اللي صدر امبارح، واحنا بنعتبره رده عن مبادئ ثوره 25 يناير اللي نادت ضمن ما نادت بالحريه. اثنين، بص محل مرشح الثوره يشرفني ان ارفض نص المحاكمات العسكريه للمدنيين. محل مرشح الثوره يشرفني ان اقول ان احنا بنرفض كل الدعاوى اللي بتنادي برفع الدعم عن المصريين في بلد غير من يرفعه.